السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم سماسيم وسيمو من قناتكم كوكي هاند ميد. وحشوني جدا. قبل ما نعمل اي حاجه عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل سمك مقلي بطريقه حلوه قوي سهله جدا. خلطه هتعجبكم قوي، هتخلي السمك المقلي بتاعكم له طعم. اول حاجه عندي سمك، ده سمك لوت. احنا قلنا قبل كده ان احنا بقى بورسعيديه بقى ومشهورين بالسمك بقى يا جماعه، نحفظ بقى خلاص. ومعايا هنا خلطه حلوه قوي هعلمك ازاي تعمليها. الخلطه دي انا عباره عن بجيب فلفل. لو انا من الناس اللي بحب الحراق بجيب فلفل حراق اللي هو الفلفل الفلافله. لو انا من الناس اللي بتحبش الحراق زينا كده هتجيبي فلفل اخضر عادي او ملون بس يكون مش حامي، تمام. بحط عليه حته ثوم من اللي انا كنت مفلزره، انا وريته لكم. احط ربع كوبايه خل، احط ملح وفلفل وكمون وكزبره، احط كل ده في الكبه واضربهم كويس، بيبقوا السائل ده اللي انتم شايفينه ده. خلاص بعد ما بنضف السمك بتاعي كويس وبغسله حلو جدا، بعد ما بغسل السمك بتاعي ببدا اتومه. هتومه ازاي؟ هوريكم هتومه ازاي. انا هجيب السائل اللي معايا ده. بصوا بقى انا غسله ايديا اصلا زي الفل الحمد لله، يعني دايما وانتم عارفين كمان اصلا الكورونا والدنيا مش تمام خالص، تمام. فانا دايما هجيبه كده وادي بقى السمك هناك وهحطه قدامكم. ايه الخلطه؟ بصوا انا بحط الخلطه ازاي، بحطه كده واغرقه كده في الخلطه جامد جدا. إيه انا مشققاه، يعني انا غسلاه ومنضفاه بصوا ومشققاه. في الشقوق دي هحط من الخلطه بتاعتي، يعني انا في الشقوق دي بحط من الخلطه بتاعتي، احطه كويس وبنقله على طبق تاني، تمام. دي صداج السمكه، لان دي كان في السمكه اللي هي الكبيره قوي دي بصراحه ما قدرتش اطبخها بره واحده لان ما شاء الله كانت كبيره جدا. نفس النظام جوه الشقوق دي هحط الخلطه بتاعتي، تمام. هيديكي طريقه حلوه قوي وهيعجبكم جدا. بصوا اهو اهو يا جماعه هتومه حلو قوي برده نفس النظام. الشقوق اهم حاجه الشقوق عشان خاطر واحنا بناكل يبقى هي اخده من الطعم كله، تمام. هكمل تتويم واجي لكم تاني. رجعت لكم تاني. السمك كده خلاص اتوم زي ما انتم شايفين، كل جزء فيه داخل في الخلطه. خلاص الخلطه بقت خلاص اتشرب. الخلطه طبعا فيها خل فيها فلفل، هيقعد في الخلطه دي حوالي نص ساعه اقل حاجه. اقل حاجه هسيبه في الخلطه دي نص ساعه، ممكن ساعه ساعه ونص على حسب ضيق وقتك. انا طبعا يعني بسيبه فتره علشان كل ما الحاجات دي بتقعد في الصوص بتاعها او في اي خلطه كل ما بتقعد اكتر كل ما بتديكي نتيجة احسن واحسن، تمام. اول ما يبدأ يتشرب بالصوص كويس واجي اقليه هقول لكم الطريقة بتاعت الدقيق بتاعه كده وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. انا واتي سايبة الزيت بيتقدح على النار او بيغلي على النار وحاطة زيت غزير، هوريكم بقى انا بحطه في الدقيق ازاي، تمام. هو له كده خلطه كده معينه بعملها للدقيق. بحط هنا دقيق في كيس كده من بتاع الاكل النظيف، بحط دقيق ونشا ملح وفلفل وكمون وكزبره وبقلب كل ده في الكيس. هو ده الخليط بتاعي اللي دايما بعمله للسمك، تمام. طبعا بعد ما بيخلص طبعا انا لو كميه كبيره ما بتخلصت منها ما برميهاش، انا بنخله علشان لو في اي حاجه وقعت فيه او كده من الثوم او من الفلفل او من كده وانخله وعينه في كيس بقى تاني غير ده خالص، تمام. عشان برضو احفظه، اقوم بحفظه في التلاجة. يعني انا ما بنرميش اي حاجه عشان كلها نعمه ربنا، تمام. كله 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 هغطسه كده في الدقيق يمين وشمال لغايه ما يشرب الدقيق كويس قوي اهو زي ما انتم شايفين كده. هخلص التدقيق لكله وهو يرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني كده. الزيت خلاص طالما طلع بخار وانا سايبه لكم البخار عشان تشوفوه، هوطي عليه. خلاص بقى انا بفضل معليه لغايه ما يطلع الابخيره دي. اول ما يبقى يطلع البخار ده بوطي عليه وابدا احط السمك اللي انا تومته اللي انا وريته لكم وحاططه في الدقيق والكلام ده، تمام. طبعا اول ما هينزل هيغلي بالمنظر ده، المنظر ده ده
طبعا انا حاطه زيت كتير علشان يعني ايه يكفي، يعني طبعا ده آليه وكده ولازم الزيت يبقى غزير. لما يتحمر وش كده هقلبه كده واوريهولكم. اول ما يبقى لونه ذهبي كده خلاص انا كده هطلعه من الزيت وهطلعه في طبق التقديم وهوريهولكم في الاخر هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. ده السمك بعد ما خلص، بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب عليكم. كمان لما تعملوه بأمر الله قدمت معاه رز ابيض، عملت معاه سلطه خضراء، الخيار اللي كنت مخليلاه اللي انا ان شاء الله هعمل لكم طريقته بأمر الله في مره ثانيه. ممكن كنت اعمل معاه رز احمر بس احنا بنحب مع الرز الابيض والرز الاحمر مع حاجه ثانيه مع صياديه وكده. وان شاء الله يا اتمنى الوصفه بتاعت النهارده تعجبكم، اتمنى ان قناتي تنول اعجابكم. لو عجبتكم قناتي تفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب للقناه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.